السلام عليكم ورحمة الله إليكم الموقف الإخباري، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن السودان حقق كل الأهداف التي ذهب من أجلها إلى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وقال في مؤتمر صحفي عقب عودته من باريس إن السودان استطاع أن يعالج ديونه الخارجية، والمتبقي معالجة ديون صندوق النقد الدولي التي ساهم فرنسا في معالجتها بمبلغ 1.5 مليار دولار. مشينا أهداف محددة تحققت جميعا، على رأسها كما ذكرت عودة السودان لمجتمع التنمية الدولي. كان حضور كبير لكل مجتمع التنمية الدولي، مسار التمويل الدولية من حين إلى آخره بشكل كبير. الحاجة الثانية تقديم السودان الجديد. وصف البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان بالجريئة وستقود إلى تعافي وحل مشاكل ديون البلاد. وأشار المدير العام للعمليات بالبنك الدولي إكسل فان تورسبرينغ عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على هامش مؤتمر باريس، أشار إلى أنه عبر لحمدوك عن دعم البنك الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة السودان مؤخرا. وقال إكسل في تغريدة على تويتر إن البنك الدولي يتطلع إلى تعميق الشراكة ومساعدة السودان لتحقيق مكاسب تنموية حقيقية. شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعائشي على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات بعد رفع الحظر الاقتصادي وجهود تهيئة بيئة الاستثمار ليتضلع بدوره الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني. ودعا التعائشي لدى مخاطبته البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب الذي عقد ببنك الادخار بالخرطوم، دعا إلى معالجة الفساد في القطاع المصرفي ليقوم بواجباته الوطنية، مشيرا إلى أن الفساد أقعد مؤسسات التمويل عن تحقيق أهدافها، حيث يسهب التمويل إلى مشاريع لا علاقة لها بهذه الأهداف. السودان بعد ما عالج الإشكالات بتاعت الحظر الاقتصادي وهيئ البيئة الاستثمارية بالذات القطاع المصرفي والاستثمار، وغير بعض القوانين، ما كل القوانين، بعض القوانين وضعت السودان أمام وقطاع قمده بالذات قطاع المصرفي وتحديدا قطاع التمويل أمام فرص وتحديات. الفرص إنه القوانين دي رفعت عن كاهل هذه المؤسسات غيوط كانت غير منطقية، كبلت السياسات وقللت من إمكانية إنفاذ الأهداف الرئيسية اللي قامت منها هذه المدخرات. فأنا دار أقول زي ما إنتوا أمامكم فرص أمامكم برضو تحديات أساسية. النقطة نمرة 2، لازم نعترف إنه القطاع بتاع التمويل في السودان عنده مشاكل كثيرة جدا جدا، أهمها نمرة 1 أنا ما شفته في تقاريركم هو الفساد. لو أي زول فيكم قرأ التقرير بتاع المراجعة العام لعشر سنوات لورا من العام 2019 وماشي 10 سنوات لورا، هيكون مزعج جدا جدا من نسب الفساد في المؤسسات المصرفية في السودان. أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أهمية دور المعلمين في تنشئة الأجيال والمساهمة في تحقيق النهضة الشاملة. ووجه الفكي خلال مخاطبته فعالية المؤتمر القومي للمجلس الأفريقي للتعليم الخاص بمشاركة عدد من الخبراء والتربويين، وجه بضرورة الخروج بتوصيات واضحة تحدد التبعية المؤسسية مع مراعاة التعليم المجاني
دون أن تكون مؤسسة ربحية. وصل مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مدير عام قوة الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم وأعضاء من هيئة الإدارة العامة وهيئة القيادة، وذلك بغرض الوقوف على أوضاع الولاية وتعزيز دور قوة الشرطة في بسط الأمن والاستقرار ومكافحة زراعة المخدرات في محلية الردوم التي تعرضت فيها قوة الشرطة مكافحة المخدرات إلى كمين قاد 14 من منسوبي الشرطة، حيث عقد الوفد اجتماعا مع لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي موسى مهدي إسحاق، وأطلع الوفد على تقارير حول الأوضاع الأمنية بجنوب دارفور. وقف والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله إدريس الكنين على سير تنفيذ عملية القسطرة للأطفال بمركز مدني للقلب بدعم من رابطة العالم الإسلامي، وثمن الوالي دور الرابطة والفريق الطبي السعودي المنفذ للبرنامج تقديم العلاج لمواطني الولاية، وعبر عن شكره للدور المملكة العربية السعودية في دعم قضايا السودان. وأشار رئيس الوفد الطبي السعودي الدكتور عبد الرحمن المسند إلى أن الوفد يضم 17 من الكوادر الطبية المتخصصة في عمليات القسطرة العلاجية، مشيدا بجهود رابطة العالم الإسلامي في تقديم الدعم لمرضى القلب. قسطرة القلب للأطفال من 6 شهور حتى 17 سنة، والبرنامج بيتم بشراكة مع مركز القلب في مدينة ود مدني. نحن ممتنين جدا في السودان لتوجيهات صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اللي وجه انه يتم الاهتمام بالرعايه الصحيه خاصه فيما يتعلق بالعمليات الجراحيه للاطفال. تشرفنا احنا بوصول الوفد ده من اول امس، وبدوا امس يوم يعني كان يعني حافل جدا بالعمل، وعملوا في كميه محترمه من العمليات. هم تارجتنج انه يعملوا حوالي 80 الى 100 عمليه في 4 ايام. العمل ماشي بسلاسه عاليه على الرغم من المعوقات والاخفاقات الكبيره جدا، زي ما كلكم عارفين في الظروف دي اداره اعمال صحيه وطبيه بيكون في منتهى الصعوبه ومنتهى التعقيد، لكن بحمد الله تعالى عجله العمل وذراب العمل ماشي على قدم وساق. تواصلت أعمال شارع بشير النفادي بالخرطوم، حيث تجري الأعمال في إطار خطة تأهيلية ليطابق المواصفات المطلوبة وصولا إلى طريق نموذج يمكن تطبيقه في الشوارع الأخرى بولاية الخرطوم. وناشدت اللجنة المكونة بقرار من والي ولاية الخرطوم أيمن نمر بالحفاظ على التأهيل الذي تم والالتزام بعدم الاعتداء على حرم الشارع بواسطة العرض الخارجي ونشاط الأكشاك والطبالي والفريشة ورمي مخلفات المباني وسحب العربات المعطلة لفترات طويلة، بالإضافة إلى حملة توعوية وإرشاد للمستخدمين والعاملين بالطريق للالتزام بإجراءات السلامة أثناء فترة التأهيل. نهاية الموقف الإخباري، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.